النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي ناقش مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل مواجهة الفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب، وميركل بتأكد اهتمام أوروبا بالتعاون مع مصر ومؤسساتها الدينية لحماية الحريات الدينية وتعزيز التعايش السلمي بين الأديان والحضارات. الرئيس السيسي قال القيم الدينية ملهاش علاقة بالتطرف والإرهاب، وأشار لأهمية صياغة عمل جماعي عشان نتصدى لخطاب الكراهية والتطرف من كل الأطراف طبعا لنشر قيم السلام الإنساني، وبيأكد على أن مصر منفتحة في إطار دولي عشان نوصل لأفضل الحلول نكافح بها خطاب الكراهية ويبقى عندنا حوار متعدد الأطراف. اتكلموا برضو الرئيس السيسي وأنجيلا ميركل على تطورات القضية في ليبيا، والرئيس بيأكد موقف مصر الثابت وبيقول أن مصر بتدعم المباحثات اللي شغالة دلوقتي استنادا سواء لقرارات مؤتمر برلين أو لإعلان القاهرة، وأكد على أن ليبيا لابد من إخلاءها من المرتزقة والمقاتلين الأجانب ووقف التدخلات الأجنبية، وأننا قدر الإمكان نحاول تثبيت وقف إطلاق النار. ميركل أشادت بدور مصر لتسوية الأزمة وأكدت أن ألمانيا حريصة على أن يبقى في تعاون وتنسيق مكثف بينهم، وكمان كان في تبادل رؤى بخصوص موضوع سد النهضة، وميركل قالت أنها عايز حل يحقق مصالح كل الأطراف. تمام يا ست ميركل. اتصال تاني حصل النهاردة بين الرئيس السيسي وإيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، ناقشوا فيه القضايا بتاعت المنطقة خصوصا القضية الليبية والمواقف المشتركة في مواجهة الإرهاب والتطرف واللي بيدعموه. الرئيس بيأكد على ضرورة التفرقة بين الدين الإسلامي وبين الأعمال الإرهابية اللي بيرتكبها مدعين الانتماء للإسلام، ودي أعمال مدانة في كل أشكالها، وأكد على أننا لازم نركز على نشر قيم التعايش بين المنتمين لكل الأديان بأننا نعمل حوار يبقى فيه فهم يبقى فيه احترام متبادل يبقى فيه عدم مساس بالرموز الدينية. طبعا الصورة اللي انتوا شايفينها للرئيس السيسي وماكرون دي طبعا صورة أرشيفية لأن هم اتكلموا بالفيديو كونفرنس سواء الرئيس مع ماكرون أو مع ميركل.